يعني لازم مجموع الورود يطلع من فوق من على السكن دي على ايه؟ على السرير. واحنا هنركز في الفيديو ده على ابواب نلونها ازاي ونقسمها ازاي ونبني فيها ونقفش ازاي. ويعني سائلين الله عز وجل التوفيق، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل حزنا ان شئت سهلا.
كمل وراك اللي دار. وعلشان ما ننساش بنشوف الاماكن المظللة ونشد على التفاصيل شوية والاماكن اللي هي ما فيهاش زل. دي ورق ورقة دي ورقة والورقة دي أمك العميل قطعك له دي برضو مش عميل نحس إن الورق ولا ما تخسر واحد لا بعيد ايوه طبعا ممكن تنزلها تخطيط كده في الاول عشان ورقك بعد التخطيط تنزلها في الاول انتظر الفينش من بعد التشطيب يشوفها راجع على بعض صورة كده وصورة كده والخطوات
المفضل ونجرب Thank you.
تجاوب الورق.